لا كلامي واضح. إذا خيرنا كلائحة مستقلة بين أن ندخل التحالف الذي سيكون على رأس الرئيس الحالي أو أن نذهب إلى المعارضة، سنذهب إلى المعارضة. واضح هذا الأمر. هذا لم أقل أنه ما فيش خيرين، لم أن نقل في الأحزاب الأخرى نحن نعرف، إحنا بلاد القنيطرة كنعرفوا من أساء القنيطرة اليوم والبارح والبارح، ماشي عاد اليوم، وبالتالي الخطوط الحمراء ما موضوعاش غير اليوم. كل من أساء إلى مدينة القنيطرة خلال تدبيره بالنسبة لهذه اللائحة سيكون خطا أحمرا، وهذا باتفاق الجميع، هذا ما فيش شي حاجة. إذا هذه المسألة ما عندناش فيها لا سياسة كتحنت له والو، هذا مبدأ، هذه فكرة، هذا قرار اجتمع عليه لكل أعضاء اللائحة رجالا ونساء شبابا وشابات. الصعوبات طبعا صعوبات، أنتم كتعرفوا هذه تجربة ديال اللائحة المستقلة والخطر كنعيشوها في مدينة القنيطرة على الأقل بالشكل الحالي اللي فيه اللائحة وما إلى ذلك. وبالتالي كان مطلوب منا أن العمل اللي كيقوم به حزب بالتنظيمات ديالو الفرعية الخلايا ديالو أن نقوم به نحن، واحد المجموعة، واحد ثلاثة ولا أربعة في الأول، ومن بعد ولاو 10 ومن بعد ولاو 15. ولعلمكم اليوم في بالنسبة للتزكية القانونية نص المادة 134 من القانون 59/11 المعدل ب 21/0/21 كينص على أن خصك تجمع 10 ديال التوقيعات لكل مرشح، بمعنى 61 كان خصنا نجمعوا 610. هذا الشيء كان فيه شويه العانات، ماشي ما لقيناهمش، ولكن خص اللي يمشي وخص الناس والناس تقنعوا، وبني الناس تقنعوا تقول له ودي باغي السنيه معايا باغي شي تزكيه، وفي الاخير لقينا راسنا جمعنا اكثر من راهم باقيين عندنا اكثر من ذاك الشيء. اذا كانت الصعوبات كان بعض لانك تقنعوا في الاول الفكره ديال انه هذه اللائحه فعلا مستقله، كانت بعض الاطر الشابه والشباب اللي التحقوا قال لك ودي السنيه معطيك ما ياك ماشي حاجه باغي نديروها من بعد علينا، واش كان خص واحد الوقت جميع واستغلوا بها بهذا الشيء. اختلالات التدبير المحلي، انا كي قال سي ربيع جينا هنا نهضروا على راسنا. لو لم يكن هناك يعني اختلالات ما كنا لنكون اصلا. الترشح ديالنا ليست غايه في حد ذاتها، كان ممكن ندعموا شي لائحه اللي غنضربوا فيها ان لائحه كتمثل القنيطريين، وحنا ناشطين وفرحانين ما عندنا حتى مشكل، ولكن ما لقيناش هاد الوجوه اللي لقات ما لقاتش، والا ما كانتش تكون في هذه اللائحه هذه، وجينا باش نشتغلوا باش نساهموا في التغيير. هذا الشيء ديال تفويت الملك العقاري يعني الملك العقاري، انا اسف السي جواد ان ذاك الشيء ما مشاش، وخلينا نحددكم لانه اخر دوره، وهذا الشيء غنقولوا لانه هذا كان في شكل في جلسه عامه، اخر دوره اكتشفتوا لانه انا بالمناسبه انا بالنسبه لاخواني اللي كيقولوا علاقتك بالعداله، انا جمدت نشاطي عمليا في الحزب منذ 2016. يعني تقريبا ما بقيتش انا المقام ما مشيتلوش تقريبا من 2016. لي امور وقعت قبل 2016 وفي 2015، وبالتالي لا داعي لذكرها لان ما انت هم المواطنين في شيء. وقدرت بانه بحكم انني عضو جماعي هو التزام مع المواطن قبل ان يكون مع الحزب، لان الناس صوتوا عليك كيعرفوك في الجماعه، فكنت كنتظر ان نهايه الولايه الجماعيه باش نقدم استقالتي. في اخر دوره اللي هي ماي 5 ماي 2021 في ذلك اليوم بالضبط قدمت استقالتي من الحزب.